أعلن الفنان مفيد عاشور وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اليوم الجمعة 29/11/2019 منذ قليل دون توضيح أسباب الوفاة. وكتب مفيد عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك: توفيت يا رحمة الله السيدة سلوى الرفاعي والدة زوجتي اللي هي زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الله يرحمه. وطلب مفيد عاشور من الجمهور الدعاء لها قائلا: رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة. ده زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سلوى الرفاعي الله يرحمها. ده الفنان مفيد عاشور اللي هو زوج ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، هو اللي أعلن الخبر النهاردة جمعة. ودي زوجة مفيد عاشور وبنت عبد الرحمن أبو زهر اللي هي صحر، ربنا يعزيهم. عبد الرحمن أبو زهرة مولود 8 مارس 1934، أي حاليا حوالي 85 سنة، وهو ممثل مصري اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو زهرة. تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 58. بعد حصوله على بكالوريوس المعهد عمل موظفا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلا في المسرح القومي عام 59. أول عمل مسرحي له كان مسرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم، وتم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008. وقد تحدث الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن طريقة تعرفه على زوجته الحالية، بالإضافة إلى السبب الذي دفعه إلى الاتفاق معها على ترك عملها في المسرح، مشيرا إلى أنه ذات يوم تعرض إلى موقف من قبل زوجته جعله يرفض عملها بصورة تامة. وقال أبو زهرة في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا الذي يذاع على قناة السي بي سي: هقول موقف جميل أول مرة أقوله. كانت مراتي راحت تعمل دور قدام عادل خيري على مسرح الريحان، فرحت أتفرج وهي كانت لابسة فستان بنص كم، وكل الحكاية إنه مسك دراعها. أنا انزل لي اللوز، أنا ما بهزرش، قلت لها لأ مش هتروحي المسرح تاني، وشرحت لها إزاي واحد تاني يلمسك. من ناحية أخرى، قام عدد من نجوم الدراما بتلبية دعوة الملحن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة للاحتفال بعيد ميلاد والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وكانت من بين الحضور زوجته الكاتبة السينمائية سلوى الرفاعي وهي زوجته. هنا هو اللي جنبه مراته، كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده 80 وهو بيقبل الكاتبة السينمائية سلوى الرفاعي مراته، وطبعا عشرة عمر، وهنا بيقطع التورتة. فنانين كتير جم عشان يحتفلوا بيه، حسن يوسف، ادي الاحتفال بالعيد 80 له، هو حاليا 85 ربنا يديله الصحة. وفي نبيل الحلفاوي وليلى علوي، دي صور من الحفل، كان أحفاده برضو موجودين، وهنا فردوس عبد الحميد، محمود سعد، وجوس شلبي، ليلى علوي، سميحة أيوب، وعزت العلايلي. ومن ناحية أخرى، رفض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وصف الإعلامية ياسمين عز له في برنامج حديث المساء المذاع عبر فضائية الام بي سي مصر بأنه الفنان العظيم، مضيفا العظمة لله وحده، مطالبا ياسمين عز أن تلقبه بالفنان القدير. وتحدث أبو زهرة عن أسرته مشيرا إلى أن لديه أسرة طيبة: أنا عامل أسرة جميلة وهايلة، وعندي الدكتورة مي بتدرس في جامعات كندا، والأستاذة سحر الكبيرة راحت إنجلترا ورجعت واشتغلت واتجوزت وقعدت في البيت. وأوضح أبو زهرة أن نجليه أحمد عازف بيانو عالمي ومقيم في النمسا وحاصل على جوائز عالمية في الموسيقى. مفيش مايسترو عالمي ما يعرفش أحمد أبو زهر، مشيرا إلى أن أحفاده يعزفون الفيولات
ويشاركون في أوركسترا برلين الدولي. دي صورة جميلة، ده ابنه أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عازف عالمي، وأحفاده بيعزفوا الفيوليت. أيضا أضاف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عددا من الصور تجمعه بأسرة ابنه على المسرح، كما عبر عن مدى سعادته بهم، مشيرا إلى أن دعم جمهوره له وتصفيقهم الحاد جعلاه يبكي من شدة فرحته. وقال أبو زهرة: كانت ليلة أمس من أجمل ليالي عمري المسرحي، وأنا أشارك أحفادي وابني خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. استمتعت وتأثرت وبكيت، ليس بكاء تمثيل ولكن من أعماقي، حيث رأيت ردة فعل الجمهور من حفاوة بالغة وتصفيق حاد. موعدنا غدا بمسرح سيد درويش في أحب المدن لقلبي الإسكندرية. دي صور من الحفل، كان معاه أحفاده وابنه الموسيقار العالمي. حاجة تفرح، كان هو فرحان بأحفاده جدا. دي صورة في يناير 2019، صورة حديثة. وفي ديسمبر 2016 ظهر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في حفل توزيع جوائز الدرجست، وبصحبته ابنته سحر أبو زهرة. ويعد هذا هو الظهور الأول للسيدة سحر ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وكان قد اعتقد البعض أنها زوجته، لكن خرج الفنان القدير وقام بنشر الصورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وصحح هذه المعلومة. دي سحر بنت عبد الرحمن أبو زهرة اللي كانت راحت إنجلترا وبعد كده رجعت واشتغلت وبعد كده اتجوزت وقعدت في البيت. وأنا مع بيومي فؤاد في حفل الدرجست. هنا سحر بنته، اعتقد البعض أن هي زوجته. وكتب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قائلا: سعيد فعلا بالتعليقات الموجودة على هذا الخبر، مع تصحيح بسيط أن من كانت بجواري ليست زوجتي ولكنها ابنتي سحر أبو زهرة، كما سعدت أيضا بتكريمي في هذا اليوم. السيدة سحر متزوجة من الممثل الشهير مفيد عاشور، ولديهما 3 أبناء: عمر وعبد الرحمن وعمر. ده زوجها، زوج سحر عبد الرحمن أبو زهر، طبعا معروف، ممثل معروف. من ناحية أخرى، تحدث الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهر عن أول ظهوره على شاشة التلفزيون، مشيرا إلى أنه قام ببطولة سهرة تلفزيونية للمخرج الراحل إبراهيم الشقنقيري. وتحدث أبو زهر خلال لقاء مع برنامج حديث المساء المذاع عبر فضائية الإم بي سي مصر عن أن السهرات التلفزيونية كان يتم تصويرها على الهواء مباشرة، وكان يحفظ دوره بدقة حتى لا يخطئ أثناء التصوير، مشيرا إلى أن تقنيات التلفزيون في الماضي لم تكن تسمح بعمل المونتاج لتعديل الأخطاء، لافتا إلى أن الخطأ الواحد كان يتسبب في إعادة تصوير العمل بالكامل. وقال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أنه يعد من مكتشفي الفنان الراحل الكبير أحمد زكي، مؤكدا أنه تنبأ له بأنه سيصبح أفضل ممثل في مصر. وأضاف أبو زهرة خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المذاع عبر فضائية الإم بي سي مصر أن بداية تعرفه على موهبة أحمد زكي كانت في المسرح القومي، عندما كان يعد الفنان الراحل مشروع تخرجه، مشيرا إلى أنه ذهل بحجم موهبته، وأكد: أول ما شفته بيمثل جريت عليه وقلت له أنت هتبقى أحسن ممثل في مصر، وهو بالفعل ما حدث. وأوضح: لما مثلت معاه في فيلم أرض الخوف كان مبسوط جدا وهو شغال معايا، وكان بيقول للكل أستاذ أبو زهرة قال لي هتبقى أفضل ممثل في مصر. دي صورة نادرة ليه مع حاكم الشارقة ودكتور مصطفى الفقي جنبه برضو، وهنا مع الفنان القدير صلاح السعدني.
إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.